بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان صندوق النص تكست بوكس. دي صورته، وهو أحد أدوات التحكم كنترولز اللي بيمكن رسمها على نافذة النموذج فورم، وبيستخدم في استقبال مدخلات مستخدم البرنامج النصي. الأداة دي بتسمح لمستخدم البرنامج بمساحة للكتابة أثناء تشغيل البرنامج اللي هو نمط التشغيل ران، وبيقدر مشغل البرنامج تغييرها في نمط التشغيل run بعكس أداة العنوان label. مش ممكن الكتابة داخل الأداة text box في وضع التصميم design، يعني نقدر بس نستخدمها للكتابة في وضع التشغيل run، لكن ما نقدرش نستخدمها في الوضع بتاع التصميم design، ولكن تتم الكتابة أثناء التشغيل run فقط. تاني حاجة، الخاصية max length. ماكس لينس دي خاصية بتستخدم لمعرفة أو تحديد الحد الأقصى لطول النص اللي هو عدد الحروف لأداة صندوق الكتابة تكست بوكس، عشان يتمكن المستخدم إن هو يدخل نص لكن ما يتعداش الحد الأقصى للنص ده. تاني خاصية، خاصية باسورد تشار، دي بتستخدم لمعرفة أو تحديد الحرف أو الرمز اللي هيظهر بدل من النص المكتوب في حالة لو حبينا نعمل كلمة سر أو كلمة مرور اللي هي الباسورد عند إدخالها زي الرموز اللي باينة قدامكم. ده لأداة صندوق الكتابة تكست بوكس. تلاتة، خاصية مالتي لاين، دي بتستخدم لمعرفة أو تحديد ما إذا كانت الأداة متعددة السطور ولا لأ، وبتاخد القيمة ترو أو فولس. خاصية الرابعة، خاصية انيبل، دي بتستخدم لمعرفة أو تحديد قيمة معينة بتبين لي إذا ما كانت الأداة هتستجيب، يعني هتبقى ممكنة لمشغل البرنامج، أو لا تستجيب له يعني تبقى غير ممكنة، وبتاخد الخاصية دي برضو القيمة ترو أو فولز. بالنسبة لأداة صندوق الكتابة تكست بوكس ليها مجموعة أخرى من الخصائص زي تكست باك كولر، فور كولر، فونت سايز، لوكيشن، فيزابل، نيم، رايت تو ليفت. وكده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.